السلام عليكم حبايبي المتابعين، صبحكم الله بالخير والنور والسرور. طبعا أسئلة كثيرة صراحة وردت بخصوص تغيير الضواقط وأيضا تغيير بين الوحدات، سواء كانت وحدة داخلية أو خارجية. يعني واحد يسأل يقول إذا أبغي أغير ضاقط روتري، يعني تلف عند الضاقط والحين يبغي يغيره إلى ضاقط بيستن، هل في أشياء مثلا يلزمه أن يغيرها؟ طبعا الإجابة إذا كنت بتغير بين روتري، يعني مثلا عندك وحدة 1 طن الضاقط روتري، غيرها 1 طن الضاغط بستة، زين ما عندك مشكلة فيها، ولا تغير لا كابلري ولا تسوي ولا شيء. اللهم الأفضل دائما عند إجراء أي صيانة صراحة، يعني أي تغيير، غيرت الضاغط، غيرت الصمام العاكس، غيرت مثلا الكندنسر، غيرت الوحدة الداخلية، أفضل شيء تسويه اللي هو تعمل تنظيف للمواسير وتنظيف للوحدة الخارجية والداخلية. طبعا في ناس تستخدم البنزين والكيروسين والتنر والأشياء هذه، أنا ما أفضل، زين وراح أتكلم إن شاء الله في مقطع آخر الأسباب. أفضل استخدام غاز 1-for-1B. أيضا إذا نظفت صراحة يجب عليك صراحة استبدال أو تغيير الكابلري والفلتر، ولكن تغييرهم ليس من باب تغيير بسبب تغييرك للضاقة، لا، تغييرهم بسبب ممكن يسببوا لك، ممكن الاثنين هذولا الكابلري والفلتر ممكن يتسببون في المستقبل في تلف الضاغط هذا الجديد. وأيضا إذا لحمت الحم بتمرير غاز النيتروجين داخل المنظومة لضمان عدم أكسدة المواسير من الداخل أو تكون كربون داخليا، وهذا الكربون سبقا تكلمت عنه راح يسوي لك انسدادات في أماكن كثيرة. زين الحين قلنا لكم تنظيف وتغيير، قدرت تغيير الكابلري والفلتر غير، ما قدرت خليهم في مكانهم. تنظيف يجب عليك التنظيف، هذا إلزامي، يعني في أشياء اختيارية وفي أشياء إلزامية، مع أني أفضل أن الكل يكون إلزامي، لكن من باب التسهيل قلنا خلاص خلي هذه الأشياء اختياري ولا تلومن إلا نفسك، وهذا الشيء إجباري اللي هو التنظيف، تنظيف المواسير من الداخل، أوكي؟ ولا تغير ولا شيء، تشيل ضاغط روتري 1 طن تحط بداله ضاغط بستن 1 طن، تشيل خذ رقم، انت لا تاخذ، يعني الحين واحد يقول لك انا جهازي 1 طن، يروح يكلم الباع، وسبق ان تكلمت عن هذا الموضوع، يقول له انا ابغي بستن 1 طن، لا، خذ على رقم الموديل للضاغط. زين لكن المشكله وين؟ المشكلة الضواقط أرقام موديلاتها تختلف عن البساتن، زين، وكلهم صراحة يأتون بسعة أو قدرة شفط وضغط، زين الفاليوم أو المساحة، مساحة البستن هذا أو السلندر، كمية، خلنا نقول كمية الضغط التي راح تحصل عليها. زين فأنت دائما اعمل حساب
إذا وحدتك واحد طن لا تأخذ واحد طن بالسمك، خذ أو خذ واحد وربع واحد ونص، اعمل حساب اللود، لأن النص هذه راح تروح، يبقى عندك الجهاز أو الضاغط واحد طن بعد ما تركبه داخل النظام. خلاص زين، شو اللي راح يفرق معاك في حالة غيرت من روتري إلى بستن أو من بستن إلى روتري؟ طبعا الناس تفضل صراحة أغلبيتهم يفضلون التغيير إلى البستن، لأن البستن خلاص إذا اخترب عندك الروتري، الضاغط الروتري اللي هو الصغير، يفضلون يغيرونه إلى بستن، لأن البستن يقول لك والله أقوى، يتحمل أكثر وأبرد، وهذا صحيح، لكن مشكلته في استهلاك الكهرباء، يأخذ منك كهرباء زيادة. يعني النظام مالك مع الروتري كان يأخذ مثلا 6 أمبير على ضاغط 1 طن، مثلا 5 أمبير 6 أمبير، حاليا ممكن يأخذ 6.5 7 7.5، يعني في هذه الحدود، يعني يزيد معاك الأمبير مقدار نص أو واحد، أنت وحظك حسب نوعية الضاغط صراحة. زين، يعني استهلاك الكهرباء راح يزيد، التبريد ما راح يفرق معاك صراحة، ما في فرق كثير في التبريد ما بين الاثنين، ممكن البستن شوي أفضل، ممكن شوي أفضل، لكن ما في فرق يعني إنه نقدر نقول أوه في فرق زيادة، لا. خلاص خلصنا، تبغي تغير من بستن لضاغط غير، تبغي تغير من روتري من بستن لروتري غير، تبغي تغير من روتري إلى بستن بعد غير، لكن راح تشحن ليس بالإمبير للنظام، ولكن بضغط الغاز المناسب أو الإمبير المناسب للضاغط، الريتد يسمونه ريتد لود أمب، هذا تحصلون على ملصق الضاغط، ريتد لود أمب تضغط تشحن عليه، أو تشحن بضغط الغاز المناسب للنظام، وسبق أن تكلمنا عن هذا الموضوع. زين، خلصنا من هذا الموضوع أتمنى. أيوة، بعد الحين ذكرت بالنسبة للشباك صراحة، أيضا بعض الناس تقول لك الشباك يصير، نعم يصير الشباك يصير، لكن مشكلة الشباك أحيانا يحطون نفس الطنية، يعني ما يعملون حساب اللود أحيانا، يعني أنا هذا المستغرب منه، أحصل وحدة ممكن ما أدري ليش، ولا خليكم على نفس النظام، خليكم على نفس النظام الله يحفظكم، وحط لك ضاغط أزود بشوي، يعني بستن واحد طن، حط له روتري 1.25، لأن أنت الحين ما مثلا ما تعرف رقم الموديل، إذا بتغير صراحة، إذا بتغير صراحة من روتري إلى روتري، ليش أحيانا بعضك يقول لك يخترب، بغير روتري، يعني نفس الروتري بركب لي روتري، هذا أسهل. لماذا؟ لأنه تأخذ على نفس رقم الموديل، أرقام موديلات صراحة الروتري تختلف عن أرقام موديلات الضواغط البستن، ما أعرف ليش، ولكن هذا هو النظام، يعني الضاغط الروتري ممكن تحصل له أرقام كلهم على نفس السعة 271309 بهالشكل، عرفت ولا لا؟ 431 في أرقام كذا، يعني في رموز وفي أرقام، بس أغلبيتهم تكون كذا ثلاث أرقام، يعرفون أن هذا الضاغط 1 طن ولا 2 طن ولا 3 طن. البستن لا، البستن كلهم جايين على أرقام رباعية، أيوة 5532 يعني 32,000 BTU 5524 مثلا، والله تحصلونه بهالطريقة
5520 5536. يعني بهذا يعني ضباغة البستن رباعي، أرقامهم رباعية، والضباغة الروتري أرقامهم ثلاثية. هذا المعتمد فيه، أنا ما أعرف، لا تسألوني. أنزين، خلصنا من هذا الشيء. بالنسبة للناس اللي تقول لك أنا أبغى أغير وحدة، عندي اختربت الوحدة أو جنرال أبغى أغيرها بمستوبيشي، ما هي الشروط التي يجب أن ألتزم فيها؟ حبيبي، وحدة 2 طن أو جنرال، سواء كانت روتري ولا بستن، غيرها بوحدة 2 طن مثلا قري ميديا، انتهى الموضوع. أهم شيء عندك يكون نفس نوعية غاز التبرين، 1 2 نفس توصيلات الكهرباء أو التشغيل أو الاتصال ما بين الوحدتين. مختلفين، تقدر إذا أنت فني شاطر تقدر تحل مشكلة التوصيلات، تقدر تحل التوصيلات، ما هي مشكلة كبيرة، يعني مو مشكلة كبيرة التوصيلات أو كيف توصل بين الوحدتين. ولو هذا في الكهرباء، ولو اختلفت المواسير ما عندك مشكلة، يمكنك أن تربط وحدة مواسيرها تختلف عن الوحدة الثانية، ويكون أساسك أو الأساس اللي أنت يعني أساس اللي أنت تلتزم فيه، إذا كانت المواسير موجودة عندك بالأصل تلتزم بالمواسير الموجودة بالأصل. يعني أنت مؤسس مواسير الوحدة تلفت كانت 5/8 1/4، وهذه الوحدة الحين مواسيرها تختلف، لا تغير المواسير لأنها راح تزيد التكلفة. التزم على نفس المواسير، ولكن ضيف لها وصلات، حط لها وصلات، فقط وصلات لا تتعدى أمانة 30 سنتي. ولو أنك راح تأثر صراحة في نظام التشغيل أو نظام عمل الوحدة هذه، إذا كانت متغيرة مواسيرها، بعضهم مثلا ميديا ياخذ 5/8 على خط الراجع، مثلا نص أو لا مو بنص، 3/8 3/8 على خط الضغط مثلا. فالحين أنت بدل ما تحط له 3/8 أردي مأسس 1/4 خلاص. فهذه ليست إشكالية كبيرة صراحة، ليست إشكالية كبيرة، ولو أنه راح تصير عندك مثلا إعاقة أكبر للمنظومة الجديدة. لكن أنت تقول أنا ما أبغي أرمي الوحدة هذه، أو ما أبغى أشتري وحدة جديدة، لأن وحدة جديدة أو الوحدة المستعملة غير متوفرة على نفس النوع الأو جنرال مثلا، خلاص أنا أبغى أغير أي وحدة، أبغى أمشي حالي. هذا الموجود الجودو، شو يقولون المثل يقول لك الجودو من الموجود، بس خلاص. زين، ما أدري في أسئلة ثانية بعد؟ ما في أسئلة ثانية في هذا الخصوص، ما أعتقد. وحدة داخلية غيرتها أو جنرال مع مستبيشي، عادي أمورك طيبة، غير. كانت أو جنرال حطيتها ميديا، عادي أمورك طيبة، ولكن راح تحس بفرق التبريد. في وحدات تعطيك تبريد أفضل من وحدات، خاصة الداخلية، لأن موزع الغاز في بعض الوحدات أكثر من موزع الغاز في وحدات أخرى. بعض الوحدات تحصلها 2 طن، لكن موزع الغاز فيها 4 أو 5 مثلا، 5 مداخل أم موزعات. وحدات 2 طن تحصل فيها ممكن 5 أو 6، فيفرق في وحدات تفرق. فإذا غيرت بين الوحدات من شركة إلى شركة، فاعلم أن قد يقل معاك التبريد، ولا تلومن إلا نفسك. أنت الحين تبغي تمشي حالك، عندك وحدة قديمة مخزنة
وجيت انت الحين فكرت انك والله خلاص انا ما عندي الحين ميزانية اشتري جهاز جديد، باخذ هذه الوحدة الوحدة الداخلية وبركبها على هالوحدة اللي اختربت مثلا، مثلا اذا ما في امل انها تتصلح، يعني ما في مجال انها تصلح، يعني مشاكلها كثيرة. خلاص الافضل انك تلتزم بنفس الوحدات. ما اعتقد ان في اي اسئلة اخرى تخص صراحة موضوع التغييرات، واذا في حطوا ان شاء الله. ممكن عن الغازات، يعني غير بين غاز وغاز وحدة كانت سابقا غاز 400، او واحد يقول صراحة، واحد يقول ايضا الحين ذكرت، واحد يقول الوحدة هذه او عندي وحدة اشتريتها بالغلط، بالغلط زين، او اشترى، خلنا نقول او الوحدة القديمة الجديدة اللي عنده مثلا 410 تلفت الوحدة الخارجية، الحين راح يركب وحدة خارجية غاز 22، نوع الغاز اللي يشحنه شو؟ الغاز اللي تشحنه تشحن على غاز الوحدة الخارجية. دائما قلت له الوحدة الداخلية هي السليف، خادم للوحدة الخارجية. وحدة عندك خارجية 22 أو كانت 410 واختربت الوحدة الداخلية وركبت لها وحدة داخلية غاز 22 تشحن على غاز 410 للوحدة الخارجية. عندك وحدة خارجية 22 ووجدت وحدة داخلية 410 وركبتها على هذه الوحدة تشحن غاز 22، لأن الضاغط السيد الزعيم الرئيس الموجود في الوحدة الخارجية وهو الضاغط وليس في الوحدة الداخلية، فتمشي على طلبات الزعيم السيد الرئيس، امشي على طلباته هو، شوف الغاز يستخدم عبي على نفس الغاز، ما رخص او ما يعني لا تهتم في الوحدة الداخلية، الوحدة الداخلية مجرد مستقبل، مستقبل ترانزميتر وريسيفر. الترانزميتر المرسل او المرسل، المرسل مش المرسل، المرسل هو الوحدة الخارجية، والمستقبل هو الوحدة الداخلية، تمشي على الترانزميتر وليس الريسيفر. خلاص اعتقد كفينا كل الاسئلة بخصوص التغييرات، واذا عندكم اسئلة اضافية حطوها، راح نستفيد منها نحن وانتم والمتابعين. ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومة، ونلتقي ان شاء الله معكم يا حبايبي في مقاطع اخرى متعلم مع الجماعة. اذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وابداء الاعجاب وايضا نشر محبكم. نشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامة.